المجلس الوطني الفلسطيني جاء واحدا من مخرجات المؤتمر الوطني الأول في القدس، والذي دعا له مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أحمد الشقيري في 28 من مايو عام 1964 للميلاد. وكان الهدف من المجلس الوطني أن تكون السلطة العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الضفة والقدس وغزة والشتات، وأسندت له مهمة وضع سياسات منظمة التحرير الفلسطيني ورسم برامجها المختلفة. ويضم المجلس 9 لجان، وله الحق في تكوين أي لجنة يراها مناسبة أو أن يستغني عن أي لجنة من اللجان 9. انتخب عام 1964 أحمد الشقيري كأول رئيس للمجلس الوطني، فيما يترأسه اليوم ومنذ أكثر من ربع قرن السيد سليم الزعنون. وفيما يتعلق بمقر المجلس الوطني الفلسطيني، نص القانون على أن يكون مقر الرئيس في القدس، وعلى أن يكون له مقر مؤقت في عمان. ومع إنشاء السلطة الفلسطينية على أرض فلسطين، افتتح المجلس فرعين له في قطاع غزة ومدينة نابلس. من هم أعضاء المجلس الوطني؟ أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني بمجرد انتخابهم، وهذا ما نص عليه قانون الانتخابات لعام 2005 الذي أقره الرئيس محمود عباس. وعلى الرغم من أن القانون نص على أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني من قبل الشعب، إلا أنه لم يستخدم الانتخاب المباشر كأداة للتمثيل لتعذر الظروف. واستمر وجود المجلس بلا انتخابات، واكتفى بتعيين أعضائه من الأحزاب والاتحادات، فوصل العدد إلى 765 عضوا بعد أن كان 442 عضوا عند تأسيسه. أقر القانون مدة دورة المجلس الوطني ب3 سنوات، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات يستمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ الظروف. وفي يناير 2021 قال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح إن المجلس قرر تقليص عدد الأعضاء إلى 350 عضوا، 150 من الداخل و200 من الخارج. اجتمع المجلس منذ تأسيسه عام 1964 وحتى هذه اللحظة 26 مرة، منها 5 مرات فقط منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. المجلس الوطني الفلسطيني تنتظره انتخابات تعقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، فهل نشهد لأول مرة مجلسا وطنيا فلسطينيا منتخبا من الفلسطينيين انتخابا مباشرا أم لا؟